اللي بعد ذلك هي الجلوتيال ريجون. والهيدلاينز عند الكلام عن الجلوتيال ريجون تشمل اربع نقاط: الديفينيشن تعرفها، بارتس اجزائها، الباوندريز حدودها، والكونتينت محتوياتها. الجلوتيال ريجون لما نيجي نعرفها هنقول دي احدى الارياز اللي بتشكل اللور لمب. موقعها تقع الجلوتيال ريجون in the area that lies just above the back of the thigh. البارتس مكونة من two halves, left half و right half. الباوندريز بتاعتها: الجلوتير ريجون superiorly is bounded by the iliac crest. هنا الiliac crest مش باين، هنا الiliac crest واضح. inferiorly من اسفل is bounded by a fold of skin اسمه جلوتيال فولد. اللي بيعمله مين؟ الجلوتيال فولد اللي بيعمله اللور بوردر العضلة اسمها الجلوتياس ماكسيموس، بتضغط على السكن وتبرزه في صورة فولد اسمه جلوتيال فولد. ميديالي هذا الشق الموجود بين التو هافز اوف ذا جلوتير ريجن اللي اسمه نيتال كليفت. اما الكونتنتس محتوياتها، محتويات الجلوتير ريجن هنقسمها الى ثلاث اقسام اساسية. يبلغ عدد هذه المحتويات 20 ستراكشر. العشرين ستراكشر منهم 10 عضلات وسبع اعصاب وتلاتة اوعية دموية. طيب، تلات ازواج من الاوعية الدموية تشمل تلات ارترز وتلاتة فينز. العضلات العشرة الموجودة تلاتة منهم يحملوا اسم جلوتياس: جلوتياس ماكسيموس، جلوتياس ميدياس، وجلوتياس مينيموس. الرابعة اسمها تنسور فاشيالات. الستة اللي بعد كده بيؤدي وظيفة واحدة، هي اللاترال روتيشن اوف ذا هيب. علشان كده بيسموا الستة دول لاترال روتيتورز، ويشملهم العضلات الاتية: البيريفورمس، اوبتيوريتور انترنس، اوبتيوريتور اكسترنس، كوادريتاس فيموريس، سوبيريور جيميلاس، وانفيريور جيميلاس. وكل عضلة من هذه العضلات سنتناولها تفصيلا في الوقت اللي جاي. السبع اعصاب السيفن نيرفس اللي موجودين في الكونتينتس اوف ذا جلوتير ريجون كان بيشملهم سوبيريو جلوتيال نيرف، انفيريو جلوتيال نيرف، نيرف تو اوبتريتور انترنس، نيرف تو كوادريتاس فيموريس، بيودندال نيرف، سياتيك نيرف، بوستيريور كيوتينياس نيرف اوف ذا ساي. اما الثلاثة بير اوف نيرفز فكانوا عبارة عن سوبيريو اوف فيزلز، فكانوا عبارة عن السوبيريو جلوتيال فيزل يعني السوبيريو جلوتيال ارتر اند فين، انفيريو جلوتيال فيزلز يعني الانفيريو جلوتيال ارتر اند فين، والانترنال بيودندال فيزلز يعني انترنال بيودندال ارتري اند فين. يبقى انا عندي 20 ستراكشر بيكونوا الجلوتير ريجون. الان سنبدا الكلام عليهم بس بعد ما استعرضهم مره ثانيه. ادي الجلوتياس ماكسيموس العضله الكبيره اللي مغطيه 19 ستراكشر اللي تحت منهم، يعني لو انا خلعتها، لو انا قطعتها، هتظهر بعض من هذه العضلات في هذا الدياجرام التوضيحي الجميل. ادي الجلوتياس ماكسيموس لما اتقطعت، ادي الايدج بتاعه القطع من هنا، وادي الايدج بتاعه القطع من الناحيه الثانيه. يبقى دي جلوتياس ماكسيموس ودي جلوتياس ماكسيموس، اتقطعت واتفصلت واتقلبت على هذا السايد. ظهر تحتها جلوتياس ميدياس وجلوتياس مينيموس بايري فورمس. هذه العضلة اسمها اوبتريتور انترنس، فوق منها عضلة صغيرة اسمها سوبيريور جيميلاس، تحت منها عضلة صغيرة اسمها انفيريور جيميلاس، وتحت منها عضلة اخرى اسمها كوادريتاس فيموريس.
دي كانت مجموعة العضلات. اما الفيزلز اللي باين عندي سوبيريور جلوتيال ارتري اند فين وانفيريور جلوتيال ارتري اند فين والانترنال بيدندال ارتري اند فين. النيرفز الموجودة، النيرف الكبير ده اسمه السياتيك نيرف، معاه نيرف صغير اهو اللي هو اسمه ايه الانفيريور جلوتيال نيرف، وفي دي بعض من البرانشز اللي خارجه منه ماشوا على سطحه هنا نيرف لازق فيه اسمه بوستيريور كيوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. وهنا عندي في اتنين نيرفس موجودين اللي هما النيرف تو اوبتريتور انترنس والنيرف تو كوادريتاس فيموريس. دي كان استعراض للاستراكشرز اللي بتكون الكونتنتس اوف ذا جلوتيال ريجون. الان سنبدا الكلام عن هذه الكونتنتس ونبتدي بالمسلز، ورقم واحد الجلوتياس ماكسيموس. عشان نفهم الجلوتياس ماكسيموس كويس نستعرض الخريطة الجغرافية لعظام منطقة الجلوتيال ريجون، وكانت هذه الخريطة الجغرافية تشمل الآتي: الهيب بون في منظر خلفي، هذا المنظر الخلفي تبدو فيه عظمة الإيليوم وعظمة الإيسكيوم. طب حد يسألني يقول لي فين البيوبيك بون؟ هو مفروض يرد ويقول لي مفروض البيوبيك بون ما نشوفهاش، لان البيوبيك بون تقع امام الإيسكيوم وده منظر خلفي والإيسكيوم اكبر منها فمغطية عليها، وهنا دي عظمة الأسيتابيلوم. من هذا الفيو كانت بتظهر عظمة اخرى اسمها عظمة السيكرم، والسيكرم دي عبارة عن خمس فقرات في نهاية الفيرتبرال كولوم ملتحمين مع بعض بهذا الشكل. ده الجريتر سياتيك نوتش وده الليسر سياتيك نوتش وده عظمة الإسكيوم وده الإسكالتي وبروزة الجزء اللي ظهر منها. السيكرم مربوط من أسفل في بالإسكالتي بروزة برباط قوي جدا اسمه ساكرو تيوبراس ليجامنت. هناك بعض العلامات التشريحية على عظمة الإيليوم هنستعرضها دلوقتي بعد ما نفكركم بان الفيمر كانت هنا ارتكوليتد مع الاسيتابيلوم اوف هيب بون، والفيمر ده منظر خلفي لها مهوش منظر امامي زي المناظر اللي بنشوفها قبل كده. ودليلنا عليه كالاتي: اول حاجة من تحت خالص التو كوندايلز اوف فيمر ار سيبريتد فروم ايتش اثر بالانتر كوندايلر نوتش. في المنظر الامامي كانت تو كوندايلز فيوزد وراجعوا المنظر الامامي، دي حاجة. حاجة تانية انا راسم اللينيا اسبر بفرعينه اللي فوق اللي هما الجلوتيال تيبروستي والسبايرال لاين، وفرعينه اللي من اسفل اللي هما الميد اللاترال اند ميديال سوبرا كوندايلر ريجس. انا رسمهم في صورة خط متصل، يبقى هنا دول ظاهرين من الخلف، يبقى ده تأكيد على ان هذا الفيو هو فيو خلفي والجلوتيال ريجون تقع في الخلف. بالمناسبة الجلوتيال ريجون مكونة من تو هافز زي ما احنا قلنا، بيكونوا مع بعض اريا كبيرة اكبر شوية، يعني في الحجم بين الاريا والريجون يسموها الباتوك او الالياب. طيب تعالوا نشوف بعض الملامح التشريحية الاخرى. رقم واحد ده الجلوتيال سيرفيس اوف إيليوم، ودي الاريا اللي تقع بيهايند ذا بوستيريو جلوتير لاين، قلنا عليها رقم واحد. اما رقم اتنين اللي هيظهر ده الدورسال بارت اوف ذا إيليا كريست، ده الإيليا كريست اللي هو الابر بوردر اللي هو الابر اند. رقم تلاتة هي الباك اوف سيكرام، ورقم اربعة هنا كانت الساكرو تيوبراس ليجامنت. من هذه المناطق الأربعة اتنين منهم على الإيلياك بون، واحدة على السكرم، ثم الرابعة هي الساكرو تيوبراس ليجامنت. ده كان الأوريجين أوف ذا جلوتياس ماكسيموس. في لاند مارك تاني مهم هي الإليوتيبيال تراكت. أيوة الإليوتيبيال تراكت ديت، دي كانت أحد أشكال الديب فاشيا أوف ذا ساي اللي كان اسمها الفاشيا لاتا. والإليوتيبيال تراكت كانت بتمتد من الإيلياك تيوبريكل من فوق وحتى اللاترال كوندايل اوف تيبيا من اسفل.
ديت الخريطة التشريحية للمنطقة اللي هتركب عليها الجلوتياس ماكسيموس. تعالوا نشوف بقى الجلوتياس ماكسيموس جاي ازاي. ادي الاوريجين ورايح على الانسيرشن. الاوريجين من اربع اماكن وكانوا يشملهم 1 2 3 4، ايه هما؟ نعيدهم تاني. 1 اللي هي الجلوتيال سيرفيس اوف هيب بيهايند ذا بوستيريور جلوتيال لاين. 2 من البوستيريور او الدورسال 1/3 اوف ذا ايليا كريست. 3 الباك اوف سيكرام. 4 الساكروتيبرس ليجامنت. اما الانسيرشن اوف ذا جلوتياس ماكسيموس، الفايبرز كان زي ما انتم شايفين الدايركشن بتاع الفايبرز داون وورز اند لاترالي. بتنزل الفايبرز اوف ذا جلوتياس ماكسيموس وهتحط الانسيرشن بتاعها، جزء منها في الاليوتيبيال تراكت وجزء اخر في الجلوتيال تيبروستي. النيرف سبلاي انفيريور جلوتيال نيرف، وهنحكي حكايته بعد كده هو جاي منين ورايح فين. الاكشنز اوف ذا جلوتياس ماكسيموس، اول حاجه اكستنشن اوف هيب، يعني بتفرد الهيب، وهذا الاكشن يتبدى ويظهر في الحركه اللي هيفسرها الاكشن الثاني. هنقول it initiates and finishes standing from the sitting position، يعني وانا قاعد وعايز اقوم اقف، اللي بتبتدي الستاندنج وتنهيه هي الجلوتياس ماكسيموس. علشان كده في الناس العواجيز الكبار العضله لما تضعف بفعل السن الشخص يجي يقوم ما بيقدرش، لازم يستعين بحد يساعده، لان الجلوتياس ماكسيموس عضله الاقلاع بتاعة الشخص من وضع الجلوس. الاكشن الثالث بتعمل lateral rotation of the hip، بس ده lateral rotation قوي جدا. واخيرا بتعمل support للتيبيا على الفيمر من خلال اتصالها بالiliotibial tract. في ابلايد اناتو مهم قوي بالنسبة للعضلة ديت، هنقول دي عضلة اللي بتساعد على الستاندنج from the sitting position. في اكشن اخر مهم is the muscle of injection، من افضل العضلات اللي تعمل فيها انتراماسكولار انجكشن هي الجلوتياس ماكسيموس. ازاي؟ بان احنا نرسم خطين اتنين، واحد جاي من الجريتر تروكانتر من هنا وماشي بالعرض، والتاني خط ماشي بالطول، يقسمهم الجلوتياس ماكسيموس والجلوتيال ريجون بالتالي الى اربع هاف، ابر لاترال هاف وابر ميديال هاف ولور لاترال هاف ولور ميديال هاف. البيست سايت اوف انتراماسكولار انجكشن في الجلوتياس ماكسيموس هو الابر لاترال كوادرانت. هقول اربع كوادرانت، ابر لاترال وابر ميديال ولور لاترال ولور ميديال. في الابر لاترال كوادرانت ده البيست سايت فور انتراماسكولار انجكشن، ويستحسن ان يكون الدايركشن بتاعت الابرة ماشي مع الدايركشن اوف ذا فايبرز اوف ذا ماسل، علشان ما نجرحش عدد كبير من الفايبرز اثناء البنتريشن بتاعت النيدل اوف ذا سيرينج. دي كانت الجلوتياس ماكسيموس، شكلها الطبيعي في جسم الانسان اهو. في دياجرام اخر ادي الجلوتياس ماكسيموس وهي طالعه هنا من اماكنها، ادي الاليا كريست ومن جوه كان الجلوتيال سيرفيس اوف اليوم، وادي عظمه السكرم ومن جوه كانت الساكروتيبرس ليجامنت. الانسيرشن بارتلي في الجريتر، بارتلي كان حاطط الانسيرشن في ادي الجريتر تروكانتر، حاطط الانسيرشن في الجريتر تروكانتر، حاطط الانسيرشن في الاليوتيبيال تراكت اللي معديها على الجريتر تروكانتر اهي، وكان بارتلي كان الانسيرشن موجود في الجلوتيال تيبروستي. العضله اللي بعد كده ريليشنز اوف ذا جلوتياس ماكسيموس هي نفس الكونتنت اوف ذا جلوتيال ريجن. هنقسم الريليشنز، هنقول العضله ديت لايس سوبرفيشيال، سوبرفيشيال بمعنى بوستيريور، من هذا الاتجاه السوبرفيشيال بيكون بوستيريور. هذه العضله قاعده سوبرفيشيال، يعني قاعده بوستيريور لكل الاستراكشرز اللي بتكون الجلوتيال ريجون، وكان نقسمهم الى ماسلز، هيبقى نقولهم تاني نكرر جلوتياس ميدياس ومينيماس بايريفورمز
اوبتيريتور انترنس حواليها السوبيرور جيميلس والانفيرور جيميلس ثم الكوادريتاس فيمورس. دي المصل والنيرفس والفيزل زي ما قلناها قبل كده. دي كانت الريليشنز اوف ذا جلوتياس ماكسيموس. ندخل بعد كده على العضله الثانيه اللي اسمها جلوتياس ميدياس. الخريطه الجغرافيه لعظام الجلوتير ريجون تشمل الهيب بون من الخلف، الإيليام فوق والإسكيام تحت، وعامل ارتكوليشن مع الأسيتابيلم اوف ذا هيب بون كانت عظمة الفيمر من الاتجاه الخلفي، وبنقول ان ده هو الاتجاه الخلفي للفيمر مش الاتجاه الامامي، والدليل على ذلك ان التوكوندايلز من ورا مفتوحين بالانتركوندايلر نوتش. ثم الميدل ثيرد اوف ذا شافت كان في عندي اللينيا اسبرا ومتفرعه للفرعين الجلوتال تيبروزيتي لاترالي والسبايرال لاين ميديالي، ده من اعلى، ومن اسفل باللاترال والميديال سوبرا كوندايلر ريدجز. هنا على الإليم كان في ثلاث خطوط زي ما احنا فاكرين، الانفيرير جلوتال لاين ثم الانتيرير جلوتال لاين وشكل عارف الفي ثم البوستيريور. الجلوتياس ميدياس هتطلع من الجلوتيال سيرفيس بس من الاريال المحصوره بتوين ذا بوستيريور جلوتال لاين اند انتيرير جلوتال لاين، وهتحط الانسرشن بتاعها في اللاترال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر اوف ذا ابر اند اوف فيمر. النيرف سبلاي كان السوبيريور جلوتال نيرف، ونتذكر ان الماكسيمس كانت تاخد نيرف سبلاي من الانفيريور، اما الميدياس فتاخد من السوبيريور جلوتيهال نيرف. الاكشن ابدكشن اوف هيب جوينت ميديا روتيشن اوف ذا ساي، وبتساعد على البالانس اوف مين اوف ذا بلفس. هتساعد على البالانس اوف بلفس بمساعده الجلوتياس ماكسيمس اللي على الناحيه الثانيه، الاثنين بيشتغلوا زي الميزان، عاملين زي الميزان. لابد ان الاتنين يكونوا متوازنين في القوة وفي الوضعية، يكون الجلوتياس ميدياس على الناحية اليمين زي الجلوتياس ميدياس على الناحية الشمال. لو واحدة فيهم بقت اقوى من التانية او واحدة فقدت وظيفتها، البلفيس عامل زي كفة الميزان هيطب في الناحية التقيلة، الناحية القوية اللي هتشد الهيب بون وهتشد البلفيس وتنزله تحت وتعوجه على الهيلثي سايد. يبقى الهيلثي سايد نازل لاسفل والويك سايد هو اللي صاعد لاعلى، يبقى عامل زي الميزان اللي طابب كفته في الناحيه القويه. العضله ديت بتساعدنا على الستاندنج، بتساعدنا على الوقت ستاندنج اون وان ليمب، تساعدني ان انا اقف على وان ليمب. ادي منظر للجلوتياس ميدياس في وضعها الطبيعي، وهي حاطه الانسيرشن بتاعها في الجريتر تروكانتر اوف ذا فيمر. العضله اللي بعد كده رقم 3 اسمها جلوتياس مينيموس. ادي الخريطه الجغرافيه بتاعتنا، الهيب بون بشقيها بجزئينها اللي باينين من الخلف، الإليام من فوق والإسكام من تحت. ونذكركم ان البيوبيك بون او البيوبس مش باين لانه في الامام، والبيوبيك بون اصغر من الاسكيال بون فبالتالي مختفية امام الاسكيال بون. ده الاسيتابيلم وعامل ارتكوليشن مع الفيمر من وضعها الخلفي اللي انا عرفته عن طريق الانتركوندايلر نوتش اللي بين ذا تو كوندايلز، ومن وجود اللينيا اسبرة وفروعه العلوية وفروعه السفلية. الجلوتياس مينيموس تقع تحت الجلوتياس ميدياس وهتطلع من الجلوتيال سيرفيس اوف ذا ايليوم بس في الاريا المحصوره بين الانتيرير جلوتيال لاين والانفيرير جلوتيال لاين، وطلع الانسيرشن بتاعها في الانتيرير سيرفيس. بصوا كده معايا، انا همسحها تاني وارجعها بشويش، رجعت بشويش اهيت، الانسيرشن ماشي اهو، هيطلع فين؟ امام الجريتر تروكانتر، يعني في الانتيرير سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر. النيرف سبلاي والاكشن بتاعها زيها زي الجلوتياس ميدياس تماما، تاخد نيرف سبلاي من السوبيريو جلوتال نيرف، ونتذكر ان الانفيريو جلوتال نيرف هو كان بيغذي الماكسيموس، اما السوبيريور كان بيغذي الميدياس والمينيموس. الاكشن بتاعها تماما كنفس الاكشن اوف ذا جلوتياس ميدياس،
abduction of the hip joint, medial rotation of the thigh, وتعمل keep the balance of pelvis من خلال الوجود العضلة اللي على الناحية التانية يشتغلوا ككفتي الميزان، والعضلة ديت بتساعدنا على الستاندنج on one limb، وده يفيدني في تشخيص السبيل جلوتال نيرف باراليزيس. النيرف لما يحصل فيه مشكلة طبية ما عادش بيغذي المصل، فالمصل بتضعف، فنقول للشخص حاول تقف على الرجل الضعيف المصابة، ان ما قدرش يقف ووقع فده معناه ان السبيل جلوتال نيرف از افكتد، وهذا الاختبار يسموه تريند لمبيرج تيست. ادي الجلوتياس مينيموس في منظر اخر من اللاترال فيو. العضلة الرابعة من عضلات الجلوتيال ريجن اسمها تنسور فاشيا لاتا. التنسور فاشيا لاتا الخريطة بتاعت طلاسم هذه الصورة. دي الجلوتياس ماكسيموس من ورا اللي بتشكل البلك الكبير بتاعت الجلوتيال ريجن، محدش هيغلط فيها ابدا. النسيج الابيض ده اللي ممدود من اول الإيلياك كريست او الإيلياك تيوبركل وحتى اللاترال كوندايل اوف تيبيا هو الإليوتيبيال تراكت اللي هو شكل بأشكال الديف فاشيا اوف ذا ساي، الثلاثة المعروفين السافنس اوبننج والانتر ماسكولار سيبتا والإليوتيبيال تراكت. التنسور فاشيا لاتا العضلة بتاعتنا اللي هي العضلة الرابعة من عضلات الجلوتال ريجون كانت الأوريجين بتاعها من الإيلياك كريست. منين من الإيلياك كريست؟ من الأنتيريور بارت. ده الإيلياك كريست وده الأنتيريور بارت اوف إيلياك كريست. المكان البارز ده هو الانتيريور سفيريك سباين، والمكان البارز ده هو الإليك تيوبيتكلي، فالأوريجين بتاعها بيكون فروم ذا اريا بتوين او ذا انتيريور بارت اوف إليك كريست بتوين ذا انتيريور سفيريك سباين اللي بيرمز له باي اس اي اس وبين الإليك تيوبيتكلي. اما الانسرشن بتاعها فتضع الانسرشن في الانتيريور بوردر اوف ذا إليو تيبيال تراكت. النيرف سبلاي تنسور فاشيا لاتا زيها زي الجلوتياس ميدياس اند مينيموس، تاخد نيرف سبلاي من السوبيريور جلوتيال نيرف. الاكشن بتاعها زي الاكشن بتاع الجلوتياس ميدياس اند مينيموس، هتعمل ابدكشن اوف ذا هيب، ميديال روتيشن اوف ذا ساي، وسبورت ذا تيبيا اوفر فيمر ديورنج ستاندنج، فبالتالي تعمل تثبت الركبه بتاعتنا اثناء الوقفه الطبيعيه. علشان كده واحنا واقفين وفاردين ركبتنا لما نضغط على اللاترال سايد اوف ذا ساي مكان السهم كده هنجد الإليوتيبيال تراكت مشدوده. ليه؟ لان التنسور فاشيا لاتا من الامام والجلوتياس ماكسيمس من ورا هيشدوا على الإليوتيبيال تراكت لفوق تشد التيبيا على الفيمر وتثبتها. طيب الست عضلات الباقيين اللي هم بيكملوا الماسكولار كونتنتس اوف ذا جلوتيال ريجون اللي بنسميهم اللاترال روتيتورز اوف ذا هيب كانوا يشملوا البايريفورمس، اوبتيريتور انترنس، اوبتيريتور اكسترنس، كوادريتاس سيموريس، سوبيريور جيميلاس، وانفيريور جيميلاس. هذه هي الخريطه الجغرافيه الشهيره للجلوتيال ريجون، وفيها الاليوم من اعلى والاسكيوم من اسفل لان ده منظر خلفي. البيوبس مش باين لان البيوبس قاعده في الامام، قاعده في الامام امام الاسكيوم فلا تظهر في هذه الصوره. ادي عظمه الفيمر من ورا ودليلنا انها من ورا الانتركوندايلر نوتش واللينيا اسبرا. هيد اوف فيمر، نيك اوف فيمر، جريتر تروكانتر وليسر تروكانتر. الجريتر تروكانتر البروز اللي من فوق ده اسمه الطب او الابر بوردر، الميديال سيرفيس بتاعها كان حفره اسمها تروكانتريك فوسا. طيب في كمان السيكرم اللي هو المنطقه العجوزيه عباره عن خمس فقرات فيوزد توجذر. العضلات بتاعتنا كانوا كالتالي، اول واحده عدسيه الشكل واسمها بيريفورمس، الثانيه اسمها اوبتريتور انترنس. الاوبتريتور انترنس راكب على عضلتين وهي عباره عن عامله زي فصين لحميين صغار، واحده فوق وواحده تحت الى السوبيريور والانفيريور جيميلاس، ثم الكوادريتاس فيمريس
وثم لوبتريت الاكسترنس وكوادريتس فيمورس. دي هي الست عضلات اللي بيشكلوا اللاترال روتيتورز اوف ذا هيب. هنتناولهم واحده واحده. اول واحده اسمها البيريفورمز، نفس الخريطه الشهيره لهيب بون الفيمر والسكرم، والسكرم ده خمس فقرات بين الإيليوم وبين الإسكيوم. من الخلف هنجد تو نوتشز، وان بيج اند ذا اذر از سمول. ذا بيج نوتش از كولد جريتر سياتيك نوتش، ذا سمول نوتش از كولد ذا ليسر سياتيك نوتش. واللي بيفصلهم مع بعض سباينس بروسيس بيسموه اسكيال سباين. البيريفورمز طالع منين؟ طالع من الانتيريور سيرفيس اللي بيسألوا عليه البلفيك سيرفيس اوف ذا ميدل 3 بيسز او ميدل 3 سيكرال بيسز او ميدل 3 سيكرال فيرتبري. هيطلع من ثلاث اجزاء الوسطى من السكرم وتخرج من الجريتر ساتيك فورامن. هي جوه البلفس، كيف تغادر البلفس؟ عن طريق الجريتر ساتيك فورامن تو بي انسيرتد انتو ذا توب في الابر بوردر اوف ذا جريتر تروكانتر. طيب النيرف سبلاي من السيكرال بليكسس، دي احدى السوماتيك بليكسس المنتشره في جسم الانسان. احنا سمعنا عن لامبر بليكسس موجود في الابدومن، في سيكرال بليكسس موجوده في البلفس، في عند بليكسس في الابر لمب اسمها بريكال بليكسس، وفي بليكسس في النك اسمها سيرفيكال بليكسس. من السيكرال بليكسس هتخرج بعض الاعصاب وتغذي البيريفورمز. الاكشن بتاعها لها اكشن من اسمها ولها اكشن اخر مشترك مع بقيه العضلات. الاكشن اللي من اسمها هي تنتمي الى اللاترال روتيتورز فتعمل لاترال روتيشن اوف ذا ساي او اوف ذا هيب. من وضعها هذه عضله تحيط بالهيب جوينت فتعملها سبورت، تعمل سبورت الهيب جوينت. من اسمها بيريفورمز فكان شكلها بيريفورم ان شيب. العضله اللي بعد كده اسمها اوبتريتور انترنس. الاوبتريتور انترنس نتكلم برضه على الاربع نقاط بتاعتها، اوريجين انسيرشن نيرف سبلاي اكشنز، للخريطه الجغرافيه بتاعتنا. الهيب بون باجزائها اليوم واسكيوم، جريتر ساتيك نوتش وليسر ساتيك نوتش، وبينهم اسكال سباين، والسكرم المقسم الى خمسه سكرال فيرتبري. ده الميديال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر اللي اسمه تروكانتريك فوس. تعالوا نشوف الاوبتريتور انترنس. لا ده الاوبتريتور انترنس باينه انها طالعه من جوه من البلفس. من البلفس منين؟ من البلفيك سيرفيس اوف ذا هيب. منين بالتحديد؟ من جوه كان في الاوبتريتور فورامن. في الاريا اللي تقع اباف ذا اوبتريتور فورامن وحوالين الاوبتريتور ميمبرين من الداخل كان الاوريجين اوف ذا اوبتريتور انترنس، وهتطلع تغادر البلفس عن طريق الليسر سياتيك فورامن. عشان كده عملناها مقلوبه وطلع الانسرشن بتاعها في الابر بوردر اوف ذا تروكانتريك فوسا اللي هو ديبريشن يقع على الميديال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر. النيرف سبلاي اوف ذا اوبتريتور انترنس هتاخد عصب اسمه نيرف تو اوبتريتور انترنس، هو جاي من السيكرال بليكسس وبالتحديد من لمبر 5 وسيكرال 1 و2. الاكشن زيها زي بقيه الست عضلات اللي بيعملوا لاترال روتيشن، بتعمل لاترال روتيشن اوف ذا هيب بالاضافه الى انها تعمل سبورت للهيب جوينت. هذه العضلة فوق منها وتحت منها عضلتين صغيرين سوبيريور جيميلاس وانفيريور جيميلاس، نتكلم عليهم بعد شوية. العضلة السبعة في ترتيب عضلات الجلوتير ريجون وهي التالتة في عضلات اللاترال روتيشن روتيتورز اوف ذا هيب اسمها اوبتيوريتور اكسترنس. الاوبتريتور اكسترنس يبقى هنرجع للمنظر اللي كنا متعودين نشوفه في الميديال سايد اوف ذا ساي، من اللي بنشوفها من الانترو ميديال فيو
ده كان الاوبتيوريتور ممبرين، والعضله بتاعتنا اللي هي الاوبتيوريتور اكسترنس الاوريجين بتاعها من الاوتر سيرفيس اوف ذا اوبتيوريتور ممبرين، والانسرشن بتاعها بيكون في الفلور اوف ذا تروكانتريك فوسا. النيرف سبلاي اوبتيوريتور نيرف، نتذكر الاوبتيوريتور اكسترنس العضله اللي كانت موجوده على اللاترال او الاوتر سيرفيس اوف ذا اوبتيوريتور ممبرين، هذه العضله كان الاوبتيوريتور نيرف بعد ما طلع من هذا المكان قابلها فاخترقها، في اختراقه ليها كان بيغذيها. الاوبتيوريتور اكسترنس هي فانكشنالي او اناتوميكالي بتاخد نيرف سبلاي من الاوبتيوريتور نيرف، فعلشان كده البعض بيحب يقول انها تبع عضلات الميديال سايد اوف ذا ساي، لكنها فانكشنالي تنتمي الى عضلات الجلوتيال ريجون. الاكشن بتاعها لاترال روتيشن اوف ذا هيب، وتعمل سبورت لمين؟ للهيب جوينت. العضله رقم 8 في عضلات الجلوتيال ريجون، وهي العضله الرابعه في عضلات اللاترال روتيتورز اوف ذا هيب، كان اسمها الكوادريتاس فيموريس. هذه جغرافيا العظام في منطقة الجلوتيال ريجون، فيها الهيب بون ظهرة بجزئيها الإيليام من فوق والإيسكيام من تحت، وبينهم الجريتر سياتيك نوتش والليسر سياتيك نوتش، وهذا كان الأسيتابيولوم، ومن هنا ده كان الإسكيال تيبروستي المقسوم بترانسفيرس ريدج الى upper area ولور area، وكانت اللور area مقسومة الى lateral part ناحية الاسيتابيلوم وميديال part ناحية السكرم، وده كان lateral border of the ischial tuberosity. راكب على الاسيتابيلوم الفيمر، والفيمر ممثلة بالهيد بتاعتها، وده كان منظر خلفي للفيمر، ودليلنا على ذلك separation of the two condyles of lower end of femur by the intercondylar notch ثم وجود اللينيا اسبرا. العضله بتاعتي اللي اسمها الكوادريتاس فيمرس الاوريجين بتاعها كان from the lateral margin of ischial tuberosity، اما الانسيرشن فكان بروز مربع اسمه كوادريت تيوبركل يقع في منتصف المسافه بتاعت الانتر تروكانتريك كريست. النيرف سبلاي نيرف تو كوادريتاس فيمرس، وده كان احد الاعصاب اللي خارجه من السكرال بليكسس، خارجه من الروتس اوف ذا لامبر 4 اند 5 نيرفز وسكرال 1. الاكشن نفس الكلام لاترال روتيشن اوف ذا ساي وسبورت اوف هيب جوينت. العضله من اسمها كوادريتاس فيمورس، كوادريتاس جاي من كوادريتو، كوادريتو يعني مربع، فالعضله كانت كوادرانجولار ان شيب.